بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نتابع اليوم طريقة نشر وتبسيط عبارة جبرية. إذا نشر عبارة جبرية هو تحويلها من شكل جداء عوامل إلى مجموع حدود. نبدأ بنشر جداء من الشكل A في B زائد C. إذا لنشر هذا الجداء نضرب A في B زائد A في C بنفس الطريقة. لدينا A في B ناقص C يساوي A في B ناقص A في C. أعيد. إذن A في B زائد A في C. وبنفس الطريقة لدينا A في B ناقص A في C. نتابع المثال. ناقص 5 في 7 ناقص B. إذن أولا نضرب ناقص 5 في 7 يساوي ناقص 35. الآن نضرب ناقص 5 في ناقص B. ماذا تساوي؟ إذا ناقص 5 في ناقص ب تساوي، إذا ناقص في الناقص يساوي زائد 5 في ب يساوي 5 ب، إذا زائد 5 ب. الآن نتابع طريقة نشر جداء عبارته. لاحظ A في C زائد A في D زائد B في C زائد B في D. نتابع مع بعض المثال الآتي. لاحظ العبارة التي لدينا X ناقص 1 في X ناقص 2 زائد X ناقص 3 في X ناقص 4. إذن أولا نبدأ بنشر العبارة x ناقص 1 في x ناقص 2. إذن وكما رأينا سابقا نبدأ x في x يساوي x مربع ناقص 2 في x أو x في 2 ناقص 1 في x زائد 2، يعني ناقص في الناقص يصبح زائد 2. لاحظ. إذن بنفس الطريقة ننشر x ناقص 3 في x ناقص 4. نصبح لدينا x في x x مربع x في ناقص 3 وناقص x في 3 ناقص 4 في x ناقص 4 في ناقص 3 زائد 12. الآن نجمع الحدود المتشابهة. x مربع ناقص 3x، إذن ناقص 3x هو ناقص 2x ناقص x يعطينا ناقص 3x، زائد 2 زائد 12 يساوي زائد 14، زائد x مربع ناقص x في 3 ناقص 4x. x مربع زائد x مربع يساوي 2x مربع ناقص 3x زائد 14 ناقص 3x ناقص 4x. ناقص 3x ناقص 3x يساوي ناقص 6x ناقص 4x يساوي ناقص 10x. إذن هذه هي العبارة المبسطة للعبارة الأولى التي كانت على شكل جداء عوام. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، والسلام عليكم.